كيفية حساب القيمة المتوسطة لدالة على مجال. إذا لتكون F دالة متصلة على مجال AB، القيمة المتوسطة للدالة على المجال هي العدد الحقيقي 1 على B ناقص A تكامل من AB ديال F لX DX. إذا نأخذ واحد المثال تطبيقي، دونك عندنا واحد الدالة F لX كتساوي 1 على جذر X. الدالة هذه متصلة على المجال 2 4. إذا حساب القيمة المتوسطة للدالة F على المجال 2 4. إذا القيمة المتوسطة للدالة F على المجال 2 4 هي القيمة ديال 1 على 4 ناقص 2 تكامل من 2 4 ديال 1 على جذر x dx. إذا هذه القيمة المتوسطة، 1 على 4 ناقص 2 هي 1 على 2 تكامل ديال من 2 4 ديال 1 على جذر x dx. إذا عندنا 1 على 2 الدالة الأصلية ديال 1 على جذر x هي 2 جذر x. إذا من 2 4. إذا كنختزلو بجوج، سيبقى لنا جذر 4 ناقص جذر 2 أي 2 ناقص جذر 2.